هي خطوة إيجابية نحو الانفتاح نحو المحيط الخارجي، لكن أعتقد ينقص العراق في هذه الفترة هو ترميم الوضع الداخلي قبل الانفتاح على الوضع الخارجي مع التنسيق بحفظ وسيادة وكرامة العراق. إن شاء الله قمة ناجحة ويكون العراق نحو الأفضل، ونحن نرى بأنه العراق من خلال الأوضاع التي نراها نحو الأفضل وأفضل وتقدم نحو الأحسن. والله نتأمل أنه يكون يعني خير للعراق، يعني يكون تفاهمات بين دول الجوار، وإن شاء الله ما يقطعون عنا المي مثل نهر دجلة من تركيا مخلين عليه سدود وقاطعين المي علينا. إن شاء الله تصير تفاهمات، وإن شاء الله وضع العراق نحو الأفضل، وإن شاء الله من خير على خير إن شاء الله. وهذه القمة تبحث في مواضيع التطورات الأخيرة اللي يمر بها البلدان العربية من أزمات تمس المواطن، تمس المجتمع، تمس ظروف البلدان العربية اللي عانت.